الحملة الشاملة صحة وتوعية وتثقيف بدورتها الخامسة تحط رحالها في البلدة التي نشأت قرب جبلها الشهير خزاز في مركز دخنة التابع لمحافظة الرس على بعد 150 كيلومترا من المقر الرئيس لجامعة القصيم، والتي تأتي كجزء من رسالتها ومسؤوليتها المجتمعية ودورها الريادي بالمنطقة. انطلقت حملة جامعة القصيم الخامسة صحة وتوعية وتثقيف، والتي تعقد هذه المرة في مركز دخنة في محافظة الرس برعاية كريمة من سمو أمير منطقة القصيم. وهذه الحملة لها أهداف متعددة، أبرزها نشر الوعي الصحيح والتفكير السليم ورفع مستوى الجودة، جودة الحياة، من خلال البرامج الصحية والطبية والتغذوية، إضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المهارية. قبل الحملة وأنا أشوف يعني الناس متفائلين، واليوم يعني شفت كذا واحد يعني إقبالهم جيد بالحيل ومتلهفين يعني للحملة، لأنه بعض كبار السن أو بعض يعني في جميع فئات المجتمع، لو تجي المجال العيادات هنا تخدمهم، سواء بالتحاليل، سواء بالإشاعات، سواء في هذا المقر، في هذه الخيمة هذه.